الأصل في القبور أنها تكون خارج البنيان، يعني بعيد عن البيوت، ما تكون قريبة من البيوت. الذي يكون داخل البنيان المساجد، والمقابر خارج البنيان. تخافر باجن خزاو وجب خدوشتن ويش باجن يقسم شتن ويبن تخافر. لماذا؟ ما جيت خرا وجبن وجبن تخافر. لماذا؟ ستا خدوش أشتر حتى لا تعبد من دون الله، نعبد الله سبحانه وتعالى ونعمر المساجد، ولا تكون الزيارة للقبور إلا الزيارات الشرعية فقط. أودو صشتر خخاشم صشتم خم شتم شحاجة صفتم أبوكو زفتو شمتم شحاجة مجد خم شطو مجدن دي عبادة شاش وشتم شحاجة خخاشم قومي شريعتم زري غبسان غدو عبادات شريعتم يغبساتكم أرايا غزجان خويري رام غزيوه